مساء الخير، شكرا لوقتكم، وإن شاء الله ما مطول عليكم اليوم. أود بالبداية أن أطمنكم على الوضع الوبائي. الحمد لله كما تشاهدون على الأرقام الموجودة أنه اليوم عدد الحالات المسجلة هي 1549 حالة، عدد الوفيات 26 حالة، ولا 16؟ ليش محطوط 26؟ في ظاهر انه السلايد مش صحيح. عدد الحالات 27700، هذا مش متاسفين، هذا مش مظبوط. العدد الحالات اليوم 27700، عفوا الفحوصات 27، اكثر من 27700 فحص. نسبه الايجابيه هي 5.8، فهي مؤشرات جيده. والوفيات لاول مره يمكن تصل ل 16 وفاه، رحمهم الله جميعا. اذا المؤشرات بما يتعلق بعدد الاصابات يعني تسير بشكل جيد، والوفيات أيضا إذا أخذنا المؤشر للأسبوع كامل تتناقص نسبة الإصابات وتتناقص الوفيات، وإيجابية الفحوصات أيضا بتحسن. إذا هناك استقرار على تحسن بالوضع الوبائي، وهذا أمر جيد. أيضا لابد من الحديث على أنه المستشفيات الميدانية هي تعمل حاليا في إربد، وعفوا في مدينة عمان، والمستشفى الميداني في عمان. سيتم افتتاح المستشفى الميداني إن شاء الله قريبا في إربد. مستشفى معان جاهز لاستقبال الحالات. العقبة أيضا ربما خلال أقل من 10 أيام سيكون جاهز للافتتاح. إذن ما يتعلق بقدرات المستشفيات تسير الأمور على ما يرام. الفحوصات ستصل بعد حوالي أسبوع نوع جديد من الفحوصات السريعة اللي ما يسمى بالرابيد أنتيجين تيست، وهذا الفحص هو فحص سريع مقارنة مع فحص البي سي آر، وسيتم استعماله في بعض الظروف خاصة في المصانع أو في المدارس أو في التجمعات الكبيرة. الحمد لله هناك دراسات أيضا تتم بما يتعلق بمعرفة نسبة العدوى المجتمعية، ودراسة قائمة حاليا للمرحلة الثالثة. تم سابقا إجراء مرحلتين ونحن نقوم بالمرحلة الثالثة. إذا الوضع الوبائي الحمد لله المنحنى يسير بالاتجاه الصحيح. اليوم لابد من الحديث أيضا عن الالتزام. بالرغم من التحسن بالوضع الوبائي، هذا لا يعني أننا ابتعدنا عن وأصبحنا في أمان. لا شك أنه ما زلنا في قلب المعركة، وهذا يحتم علينا المزيد من الالتزام بوسائل الوقاية، وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والمناسبات. و إن شاء الله إذا ما سرنا بهذه الأمور نحافظ على هذا الوضع الوبائي. التحدي الكبير في الأسابيع القليلة القادمة هو أن يكون لدينا برنامج التطعيم، وهذا البرنامج لا شك أنه سيكون له دور إيجابي في تحسين أو في تحسن الوضع الوبائي داخل الأردن، وبالتالي موضوع المطاعيم هي مهمة عالميا، ومن المهم أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان العالم لكي يتم القضاء على هذا الوباء. لذلك المؤسسات الصحية العالمية تسعى
لأن يكون أن تكون برامج التطعيم تشمل كل دول العالم الغنية والفقيرة. وإحنا بالأردن الحمد لله لدينا كل يعني الظروف المناسبة لإنجاح هذا البرنامج. ستتوفر المطاعم إن شاء الله خلال الأسبوعين أو 3 أسابيع القادمة، وسيكون هناك في البداية من المطعوم من شركة فايزر بمقدار 1,000,000، ونسعى 1,000,000 جرعة، نسعى لزيادة هذا العدد ل2,000,000 جرعة، وحال يعني تأكدنا من أنه حصلنا على 1,000,000 جرعة سنخبركم بذلك. أيضا كما تعلموا تم الاتفاق مع ائتلاف أو اشتركنا في ائتلاف كوفاكس لتوفير مطاعم تكفي 10% من سكان المملكة، أي 1,000,000 مواطن. وحسب المطعوم المطاعم اللي فيها جرعتين سيكون هناك يعني العدد يتضاعف بالتأكيد. لغاية الآن الائتلاف اتفق مع شركتين هم أسترازينيكا وفايزر، وتم إخبارنا بأنه الدفعة الأولى من حصتنا من ائتلاف كوفاكس ستكون من أسترازينيكا، شركة أسترازينيكا، وسيتم الإعلان لاحقا عن توفر هذا اللقاح أيضا. بالتالي أملنا أن يتم تطعيم ما لا يقل عن 20%، نسعى لأن يكون أكثر من 20% ل25%. إذا ما رأينا أن هناك إقبال كافي على المطاعم يمكن زيادة حتى هذه النسبة، لأنه كلما تم يعني إعطاء اللقاح لنسبة أكبر نسبة من المواطنين، كلما كان ذلك عامل مساعد في القضاء على هذا الوباء. نأمل من الجميع لتحقيق هذا الهدف اللي هو لمصلحة الصحة العامة في البلد ومصلحتنا جميعا. نأمل من الجميع التسجيل في الرابط والمنصة الخاصة لهذه الغاية، حفاظا على حق كل واحد فينا للحصول على هذا المطعوم وهذا اللقاح. يعني أود تأكيد مرة ثانية حقه أنكم تأخذوا هذا المطعوم، وهذا المطعوم سيكون مجانا وسيكون اختياريا بالتأكيد. في ناس بيقول ليش مجانا، يعني غريب أنه ليش مجانا، لأنه هذا جزء من قانون الصحة العامة، هذا يعني واجب وزارة الصحة في الأوبئة أن تقوم بالعلاج مجانا وأن تعطي المطاعيم بالمجان، لكن اختياري لأنه حق كل شخص أنه هو يختار ما كيف إذا ما كان يعني يرغب أو لا يرغب بأخذ هذا اللقاح. مع أنه يمكن إذا ما رجعنا للقانون نستطيع إلزام الناس بهذا المطعوم، لكن ارتأينا أن يكون اختياري، فالمطعوم اختياري و مجاني. أيضا أود أن أشير إلى أن المطاعم التي نوفرها وستكون متوفرة في المملكة هي مطاعم تم تسجيلها في دول ومؤسسات عالمية رقابية مرموقة ومعروفة، وتم أيضا اعتمادها من منظمة الصحة العالمية. وبالتأكيد نحن حريصون على أن تكون هذه المطاعيم قد مرت بالمراحل اللازمة لاعتمادها، وبالتالي ستكون معتمدة من مؤسسة الغذاء والدواء الأردني، وأصلا قامت باعتماد مطعوم شركة فايزر لغاية الآن، وسيتم تباعا دراسة المطاعيم الأخرى. لا يوجد يعني أي
مشاكل لغاية الآن عالميا بإعطاء بما يتعلق بالمضاعفات لهذه المطاعيم، بمعنى كل اللي صار يعني من أعراض جانبية هي أعراض بسيطة ومعروفة ولا تشكل أي خطورة على حياة الناس. بالتأكيد الناس اللي عندهم حساسية مفرطة لابد من أن صاحب المواطن أن يخبر الطبيب والمركز الذي سيتم التطعيم فيه أنه هو يعاني من هاي الحساسية المفرطة. هذا هو، وهذا يعني متبع عند إعطاء أي علاج سواء لقاح أو أي عقار آخر. لدينا في وزارة الصحة وبالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ومركز الأزمات برنامج دقيق ووافي وكامل، يعني في هذا البرنامج يتم معرفة ماذا سنعمل، كيف سيعطى المطعوم، أين سيعطى المطعوم، في أي مراكز، وستكون هناك الأمور اللوجستية موجودة لحفظ المطاعم بدرجة الحرارة المطلوبة كما تعلموا وهي ناقص 80. إذن البرنامج التطعيم يشمل كل الأمور اللوجستية والعلمية والطبية وما يتعلق بإعطاء الأولويات للمواطنين. يمكن لابد من الحديث عن السلالة الجديدة اللي ظهرت قبل 3 أسابيع أو أعلن عنها قبل 3 أسابيع في المملكة المتحدة. طبعا هي موجودة منذ بداية شهر أيلول الماضي من العام الماضي، ولغاية الآن هي انتشرت في أو أعلن عن وجودها في أكثر من 30 بلد، والأردن يعني أيضا هناك سجلت بعض عدة حالات. لغاية الآن عندنا 5 حالات سجلت من هذه السلالة ويتم مراقبتهم من فرق التقصي، وإن شاء الله ألا تؤدي هذه السلالة إلى أي تغيير جدي بما يتعلق بانتشار المرض وغير ذلك من أوجه أو من سلوك هذا الفيروس. أنا بكتفي هون، وإذا في أي أسئلة. أستاذ محمود. مساء الخير، معليك أنا محمود الطراوني من جريدة الغد. معليك أنا بدي أسأل، هي مجموعة أسئلة لكن مرتبطة بنفس الموضوع. معليك التقيت التجار والصناعيين في غرفة تجارة عمان مع أعضاء لجنة الأوبئة، عن ماذا أسفر أو يعني كيف تتوقع نتائج هذا الاجتماع بالدرجة الأولى؟ السؤال الثاني فيما يتعلق بانتخابات النقابات وتحديد نقابة الصحفيين ونقابة الجيولوجيين، تعرف أعدادها قليلة، هل ستتم هذه الانتخابات أو هل تم تقدم للطلب لانتخابات لتجرى في النصف الأول من العام الحالي؟ والسؤال الأخير معليك إذا تسمح لي فيه، فيما يتعلق بالمطاعيم وتحديدا مطعوم فايزر، تحدثت معليك عن 3 أسابيع، من أسبوعين لثلاث أسابيع ستكون المطاعيم موجودة، هل سيتم وفق البرنامج أو وفق ما يعني ما ترتئي وزارة الصحة تطعيم هذه الفئات حسب الأولويات اللي هي المرضى الاختطار الدرجة الأولى اللي هم الكوادر الطبية والصحية؟ وشكرا. شكرا أستاذ محمود. بما يتعلق بلقائنا، لقاء أنا ومعالي وزير السياحة والآثار وأعضاء من لجنة الأوبئة، كان لقاء للتعرف على هموم هذا القطاع المهم وكيف يفكروا، وإذا ما كان هناك بروتوكولات معينة سيتم اعتمادها وطبيعة البروتوكولات، وللتأكيد على أنه لابد من التفكير بنفس الوقت بين المنحنى الوبائي وعودة هذا القطاع المهم، القطاع التجاري.
بالتأكيد ناقشنا كثير من الأمور المتعلقة بفهمنا إحنا من جانبنا لهموم الإخوان وفهمهم لحاجاتنا بما يتعلق بالأمر الصحي، والجميع كان متفق على ضرورة أن يكون هناك توازن ما بين الوضع الصحي والجانب الآخر المتعلق بعودة النشاط للقطاع التجاري. وناقشنا أيضا موضوع البروتوكولات وكيف يتم وضع هذه البروتوكولات بالتنسيق ما بين الجهتين، وإن شاء الله سيكون هناك دائما تقييم للوضع الوبائي، وإن سمح هذا الوضع الوبائي سيتم التعامل مع القطاعات المختلفة بشكل يعني يحافظ على وضعنا الوبائي ويسمح لهذه القطاعات بالعودة، ولكن دائما ضمن بروتوكولات معينة. ما يتعلق بانتخابات النقابات، يعني التجمعات هي ما زالت يعني لها، هي تخضع لأمر الدفاع، و الانتخابات بأعداد كبيرة قد تكون يعني بحاجة لدراسة مستقبلا. ولغاية الآن كل النقابات يعني يتم لابد من تقييم الوضع الوبائي، وسيكون هناك دراسة لموضوع النقابات وانتخابات النقابات مستقبلا إن شاء الله. مطعوم فايزر حسب الأولويات طبعا، يعني الهدف من المنصة الحالية هي أخذ المعلومات من الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم أو في أخذ اللقاح، وحسب المعلومات سيتم إعطاء وضع يعني، ومن خلال أولويات معينة سيحدد لكل شخص يرغب في اللقاح المكان والزمان الذي سيعطى، الذي سيتم إعطاء اللقاح فيه. كل إن شاء الله، بس لو سمحتوا يعني سؤال واحد مشان الجميع يسأل. يلا ماشي. الله يسألك. يلا دوران من قناة ديرتنا وموقع أخبار النار. ما أليك بالنسبة لموضوع اللقاح، هسه في أن إحنا سلالة جديدة من كورونا، هل سيكون إنه يعني شائم مطور بحيث إنه يكون يحمي الشخص من أو السؤال الأول الثاني. السؤال الثاني اللي هو أعلن دولة الرئيس عن إنه راح يكون في سير باتجاه انه الغاء يوم الجمعه، حظر يوم الجمعه او بالحظر بكافه اشكاله، هل سيشمل الحظر الجزئي ايضا او سيتم تقليل ساعات الحظر؟ شكرا. بما يتعلق هل السلاله الجديده يعني تحت هل اثرت على فعاليه اللقاح؟ لغايه الان لا يوجد ما يثبت ان اللقاح اصبح اقل فعاليه بما لهذه السلاله، ولذلك برامج اللقاح تسير كما هو معمول فيه وكما هو مخطط فيه عالميا، وإن شاء الله بالأردن سيكون أولا سلالة، ما عندنا سلالة بأعداد كبيرة، لذلك أعتقد وأتمنى أنه تبقى، وأؤكد لغاية الآن أنه اللقاح سيكون حسب البرنامج الموضوع له. بما يتعلق بيوم الجمعة والحظر يوم الجمعة، يعني دولة الرئيس اليوم كما تفضلت أكد على أنه سيتم مراجعة الوضع الوبائي خلال يعني 7 أيام أو 10 أيام، وسيعلن عن الإجراء المتعلق بيوم الجمعة، وأملنا أن يتحسن الوضع الوبائي، وأملنا أن لا يكون حظر إن شاء الله. المعايير سيكون حسب الوضع الوبائي. تفضل. أنا كوثر سوال حمي الدستور. معليك هلأ إحنا عم نشوف في تذبذب نوعا ما بالأرقام، ما بين بطلع 1000 وبنزل 900، والنسبة الإيجابية 5% 6% 7%. قد ايه احنا كيف بنسعى لانه يتسطح المنحنى الوبائي بدايه، وشو النسبه اللي ممكن ترضينا؟ السؤال الثاني معليك على السريع، هلا اللي من ياخذ اللقاح سيحتفظ باسمه في سجلات وزاره الصحه ام سيكون هناك شهاده تطعيم، نظرا لان بعض الدول ستعتبر شهاده التطعيم جواز مرور الى اراضيها؟ وشكرا.
خلينا نجاوب السؤال. يعني ما يتعلق بالتذبذب يعني لا يمكن أن يكون الرقم نفسه، يعني هذا معروف أرقام يعني تزيد أو تقل قليلا، لكن بالمجمل هناك في ثبات بالأرقام والمؤشرات فيها ثبات وعلى تحسن أيضا. إذا يعني إحنا بنأخذه لأسبوع كامل، منقارن الأسبوع بالأسابيع اللي قبلها لغاية اليوم للأسبوع السادس على التوالي، الأرقام في تحسن، وبما يتعلق بالإيجابية وبعدد الحالات وحتى بالوفيات الأرقام تتحسن. هذا هو المهم، يعني أسبوعيا يتم تقييم الوضع الوبائي. السؤال الثاني كان عن يعني الشخص الذي يأخذ التطعيم هو يعني يستطيع أن يأخذ تقرير أو شهادة أنه تلقى هذا المطعوم، ها حق الشخص، يعني أنت وضع طبي وكأي تقرير طبي وله الحق أن يأخذ مثل هذه الشهادة، لكن كيف سيتعامل الآخرون معها هذا موضوع بهم الدولة نفسها. تفضل. معاليك زيد خليفات قناة المملكة، سؤالي معاليك عن موضوع مرضى السرطان والأمراض المزمنة، كيف سيتم يعني موضوع التطعيم إما في مراكزهم أم هنالك عبر تسجيل على المنصة منصة وزارة الصحة، وكم عدد المرضى في المستشفى الميداني الموجود في عمان، كم عدد المرضى متواجدين فيه للآن؟ يعطيك العافية. بما يتعلق بالتطعيم مرضى السرطان والأمراض المزمنة هو من عبر المنصة، لكن سيكون هناك إن شاء الله مركز، سيعتبر مركز الحسين للسرطان مركز فرعي لإعطاء هؤلاء المرضى المطاعيم اللي الخاصة فيهم، لكن هم يسجلوا على المنصة ويعطوا الأولوية كما أعلن عن ذلك، ولكن المكان لأنه بس الشخص يجب أن يعلن أنه هو مريض سرطان أو لذلك المريض سرطان سيتم تحديد المركز له في مركز الحسين للسرطان، لكن المرضى الآخرين مش بالضرورة يكون حسب قربه حسب مكان سكنه. تفضل. عليك أعداد المرضى في المستشفى الميداني. أعداد المرضى بالمستشفى الميداني يعني اليوم هلا ما عندي علم، لكن هم في تزايد، يعني من الآن فصاعدا المرضى سيكون أكثر في المستشفيات الميدانية، كما قلت يمكن الأسبوع الماضي سيعطى المجال أكثر للمرضى الآخرين للعلاج في المستشفيات الأخرى. على سبيل المثال يعني بعتقد أنه مستشفى البشير أصبح خالي من مرضى كوفيد 19، وإن شاء الله مستقبلا المستشفيات الأخرى زي مستشفى الأمير حمزة سيكون خالي. الأولوية للعلاج ستكون في المستشفيات الميدانية. تفضل. يعطيك العافية. أسامة بليبلي من قناة الحقيقة الدولية. تحدثت في خلال المؤتمر بأنه قد تلجأ الحكومة إلى اتخاذ قانون لإجبار المواطنين على أخذ المطعوم. شو هي الظروف اللي قد تجبر فعليا الحكومة على اتخاذ قرار زي هيك تجبر فيه المواطنين على أخذ المطعوم، علما بأنه هنالك يعني من حديث المواطنين بأنه في رفض للمطعم حتى الآن. ثانيا في عندنا موضوع أنت تحدثت كمان عن نوع فحوصات جديد رح يدخل للأردن، هل سيتم الاستغناء عن الفحوصات السابقة أو النوعية السابقة أم سيكون رديف إليها؟ شكرا. أولا يعني بعتقد من ليس دقيقا أن تتخذ يعني موقفا وتقول أنه في رفض للمطعم، لا أعتقد ذلك. لغاية الآن يعني كل يوم بسجل ناس و يعني الأعداد في تزايد، وهذا يعني شيء مؤسف أن نروج ونقول أن هناك رفض، لا يوجد رفض، وإحنا كنا أمل أنه يعني عدد الهدف أنه يكون على الأقل عندنا 20% من المواطنين يتلقوا اللقاح، وإن شاء الله سيتحقق هذا الهدف. بما يتعلق بالفحوصات الجديدة، هي فحوصات تختلف عن فحص البي سي آر، لكن لها ظروف معينة تجرى لأشخاص أو لمجموعة من الناس يسكنون أو يعيشون أو يعملون في مكان واحد. بس بالنسبة للسؤال الأول، هنالك من يرفض المطعوم، فهل
ثانيا شو هي الظروف اللي قد تجبر الحكومة على اتخاذ القانون كما ذكر؟ هناك من يرفض إشي وهناك من أنت حكيت هناك رفض. لا هو صحيح هناك من يقبل وهناك لا يقبل، هي حرية شخصية. لن نلجأ، لغاية الآن لا يوجد قرار بأن نلجأ لفرض هذا المطعوم على الناس. كما قلت هو اختياري، مع أنه يمكن حكيت أنه إذا لجأنا لقانون الصحة العامة هو يعطي وزارة الصحة الحق في ذلك، لكن اخترنا أن يكون اختياري. تفضل. يعطيك العافية معاليك صاحب المؤمن من قناة رؤيا. ما هي مدى ضرورة عمل فحص الأجسام المضادة بعد ظهور العديد من الأعراض على الناس؟ شكرا جزيلا. بالله تعيد السؤال، مش واضح يعني. السؤال: ما مدى ضرورة عمل فحص الأجسام المضادة بعد ظهور أعراض على الكثير من الناس؟ أعراض المرض يعني قصدي. يعني الناس اللي مرضوا إنه هل ضروري نعملهم فحص؟ نعم. قد يكون مفيد، لكن إذا إحنا تم تشخيصهم بفحص البي سي آر وتأكدت الحالة، هذا يعني يؤكد أنهم أصبحوا مصابين وغالبا ما يكون لديهم مناعة معينة. لكن من يرغب أن يعرف أنه تكونت لديه أجسام مضادة والرقم وأعداد هاي الأجسام المضادة، هذا موضوع يعود للشخص، لكنه ليس مطلوبا ضمن البروتوكول الخاص بجائحة كورونا. سؤالي الثاني أنه المطعوم فايزر رايح يعني يكون في جيل جديد من الفيروس، هذا المطعوم مقاوم له؟ لغاية الآن لا يوجد ما يبين أن السلالة الجديدة لا تستجيب للمطعوم. شكرا. تفضل. أسامة أبزاخ، وكالة الأنباء الأردنية بترا. معليك، كما نعلم أن الأردن شارك بالتجارب السريرية للقاح الصيني الإماراتي، يا ريت معليك تطلعنا عن تفاصيل هذه المشاركة، وما هي المخرجات، مخرجات مشاركة الأردن بهذه التجربة؟ بالتأكيد يعني هذه اللقاحات كلها اللي تم يعني أعلنت عن نتائجها واعتمدت في الدول اللي يعني الدول المنشأ أو المؤسسات الرقابية الصحية الأخرى، هي بدأت بمراحل معينة. الأردن شارك في المرحلة الثالثة للقاح الإماراتي الصيني وبأعداد معينة وضمن بروتوكول علاجي، بروتوكول دراسة معينة وباختيار الأشخاص كمتطوعين، وتم يعني مشاركة هؤلاء الأشخاص ضمن البروتوكول اللي أعد لهذه الدراسة، والنتائج هي كانت جزء من النتائج التي أعلن عنها وحللت وأعلنت نتائجها ضمن الدراسة العالمية لهذا المطعوم. كانت يعني دول متعددة شاركت في هذا في هذه الدراسة الخاصة باللقاح الصيني الإماراتي، ومنها دول عربية بالإضافة إلى دولة الصين. يعطيك العافية معاليك. سائدة السيد من جريدة الرأي. دكتور، في حالة معليك، في حالة تلقي أي شخص اللقاح وهو على عدم دراية بأنه مصاب بأحد أنواع الحساسية سواء تجاه الأغذية أو الأدوية، هل سيكون هناك إجراءات صحية وطبية مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ السؤال الثاني: المصابين بالطفرة الجديدة لكورونا الموجودين في المملكة، هل ظهرت عليهم أعراض تختلف عن الأعراض المتعارف عليها للفيروس؟ وهل بإمكاننا اكتشاف مثل تلك الطفرات من خلال الأعراض السريرية؟ شكرا. بما يتعلق بالطفرة الجديدة يعني أو هي سلالة، هي مجموعة من الطفرات، ويعني لذلك هاي الطفرات غيرت ببعض المادة الوراثية وخاصة في بروتين S أو سبايك بروتين اللي هو بعطي للفيروس القدرة على الدخول إلى خلية الإنسان.
هاي السلالة لغاية الآن لم تظهر تغيير في سلوك الفيروس من ناحية مرضية، والجميع يراقب إن كان هناك يعني هناك إن كان هناك معلومات مختلفة، لكن بما يتعلق بالأشخاص اللي تم تسجيلهم داخل المملكة هم يعني لديهم أعراض بسيطة ومعظمهم موجود في العزل المنزلي ولا يوجد أي منهم في المستشفيات. السؤال الأول عن عدم دراية الشخص يعني إذا شخص، بالتأكيد هذا سؤال مهم، يعني ممكن الشخص ما لا يعلم أنه لديه حساسية مفرطة كأي علاج، يعني أي شخص يأخذ علاجا معينا خاصة لأول مرة يمكن أن تحدث الحساسية المفرطة في لأول مرة، هو لا يعلم ذلك. لذلك في المراكز التطعيم المختلف سيكون هناك علاجات خاصة للإنعاش ولإعطائها يعني أدوية ضد الحساسية والستيرويد والكورتيزونات وأيضا أدوية أخرى ممكن أن يحتاجها الطبيب لعلاج هذه الحالات. فلذلك هناك ما يسمى بالإميرجنسي ترولي، يعني هي عربة العلاجات التي يمكن أن نستعملها في الحالات الطارئة، فكل مركز سيكون مزود بهاي الأدوية وهاي المستلزمات. مساء الخير، معليك حسين العدوان، تلفزيون الأردني. أود أن أسأل عن كل من تقدم إلى المنصة لتلقي اللقاح سيحصل على اللقاح أم يتم مراجعة هذه الطلبات؟ السؤال الثاني، الأحاديث تكثر حول إزالة حظر يوم الجمعة، إذا كان هناك مراجعة من وزارة الصحة لفائدة حظر الجمعة خلال الأيام القادمة، هل ساهم حظر الجمعة بتخفيف الحالة الوبائية، بتحسين الحالة الوبائية في وقت يراقب فيه العالم بأسره هذه السلالة الجديدة من الفيروس؟ الحكومة تعتزم أن تتخذ بعض من الإجراءات بفتح بعض القطاعات كما يتناقل الرأي العام الأردني، هل هناك تروي، هل هناك مراقبة مستمرة من الحكومة لأخذ مثل هذه القرارات؟ وشكرا. شكرا. كل من يتقدم سيحصل، هذا يعتمد كم شخص سيتقدم وكم هو المطعوم المتوفر في ذلك الحين، لذلك وضمن أولويات معروفة أصبحت ستعطى الأولوية يعني للأشخاص حسب نسبة الاختطار في أي مجموعة يقع هذا الشخص بما يتعلق بنسبة الاختطار أو فئة الاختطار وحسب المطعوم المتوفر في ذلك الوقت. لكن كما قلنا سابقا المطاعم لن تتوفر بالكميات مرة واحدة، يعني لما نقول أنه رح يجينا مليون جرعة من شركة فايزر لن تكون موجودة في نفس الوقت، ولا يمكن يعني أن تكون في أي بلد كل يعني الجرعات موجودة، يتم إرسالها على دفعات. وبالتأكيد هذا أيضا مهم حتى نتمكن ضمن البرنامج من إعطائها بالشكل الصحيح ودون أن يكون إرباك وفوضى. لذلك يعتمد على الأعداد التي تسجل والمطاعم وتوفر هذه المطاعم، وإذا كما قلت إذا رأينا بعد ذلك كلما كان هناك إقبال سيتم إحضار المزيد من المطاعم إن شاء الله. يوم حظر الجمعة يعني كما قلت لا نستطيع من اليوم دائما أن نقول بأنه بعد شهر سيكون هناك ماذا سيكون من إجراءات أو إلى آخره، هو كل أسبوعين يتم تقييم الوضع الوبائي، وفي ضوء التقييم الوضع الوبائي ونتائج هذا التقويم يتم الاتفاق على عودة أو تقليل من الإجراءات و عودة قطاع معين أو أكثر من قطاع للعمل والنشاط من جديد. لذلك الموضوع هو يعني متغير ويعتمد على كثير من الظروف. نتمنى كما قلت أن يستمر وضعنا الوبائي بالتحسن، وكلما تحسن وضعنا الوبائي مستقبلا وبقي في تحسن كلما عاد مزيد من القطاعات للنشاط وعجلة الحياة تعود إن شاء الله تدريجيا ضمن عودة آمنة
ودون أن يكون لها تأثير على الوضع الصحي والوبائي. ساهم حضرة الجمعة بتخفيف. بالتأكيد. شكرا ويعطيكم العافية.